يوميا على مدار اليوم او على المدار الساعي بمتابعتنا للاخبار في المناطق المحتله من قبل تركيا، ان كان في عفرين وفي راس العين وفي تل ابيض وحتى في مناطق اخرى التي تحتلها تركيا في الاراضي السوريه. نقرا ونسمع ونتابع ونرصد الحالات التي يتعرض لها المدنيون. في الحقيقه هناك نوع فريد في 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 اظهار اجرام قل نظيره من قبل فصائل الجيش الوطني السوري. آليات تعذيب، آليات خطف، آليات قتل، كل هذا في سبيل الحصول إما على الأموال أو في سبيل الابتزاز. حقيقة يعني أصبحت تلك المناطق تركيا أفلتت هذه الفصائل وتركت المناطق عرضة للانتهاكات وحشية هذه الفصائل. يعني ليس بغريب أن نسمع في الأمس حالة في عفرين ونسمع اليوم في رأس العين حالات لها الجبين. طيب أستاذ سردار، برأيك ما الأوراق التي يمتلكها النظام التركي للضغط على المجتمع الدولي كي يغض الطرف عن هذه الجرائم؟ يعني أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الدولية من كل هذه التوثيقات ومن كل هذه الدلائل؟ في الواقع وليس ضغط من قبل تركيا، هذه اعمال تركيا وممارسات تركيا وهي مسؤوله عنها، يعني هي مسؤوله عن كل هذه الفصائل وتقوم بدعمها. لكن اعتقد ان تركيا اليوم تستفيد من اتفاق حجر مع روسيا باحتلال عفرين واتفاق مع الولايات المتحده مع امريكا او مع ترامب يعني في باحتلال تل ابيض وراس العين، على اساس ان هذه المنطقه ستتحول لمنطقه امان وما شابه ذلك. لكن الافعال المدركه في المنطقه تظهر تماما ان ليس هناك اي امان، ليس هناك اي حياه، ليس هناك اي تقدم في الحياه، يعني الحياه تعود الى الخلف اكثر مما تتقدم الى الامام. لا نرى سوى معاهد تحفيظ قران، لا هناك اي تقديم لحياه مدنيه، لا لشيء. عمليات استيلاء وسيطره، وكما شاهدنا يوم امس نشر الصحفي محي الدين عيسو احد المحادثات بينه وبين احد الاشخاص الذي يمني محي الدين بأنه استولى على منزل محي الدين وعائلته. هذه الممارسات في الحقيقة أعتقد أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية تقوم بإيصال كل ما يحصل هذه المنظمات، لكن ليس هناك إرادة الآن بهذا الخصوص. لكن كل هذه التوثيقات ستظهر يوما وستظهر آثارها وستكون يعني ستظهر كأوراق إدانة. أستاذ سردار، ستظهر كأوراق إدانة ضد هذا النظام الذي يرتكب أبشع أنواع الجرائم التي كما تحدثنا وصفناها بجرائم ضد الإنسانية. يعني قبل 17 عام سقط نظام ديكتاتوري، نظام حسين كان أيضا يتباهى بما يقوم به ويتم توثيق جرائم ضده، واليوم نرى أثار الجرائم التي قام بها. ليس هناك ديكتاتور على هذه الأرض يستطيع أن يفلت من الجرائم التي يقوم بها، لكن تركيا اليوم تعمل لمصالحها بضرب بهذه المنطقة. لكن المضر الذي أضر بنفسه الآخر هو المعارضة السورية، التي خرجت في عام 2011 وقالت سنغير النظام ونأتي بنظام جديد، اليوم بات يمثلها فصائل مثل فصائل الجيش الوطني وموقف معارضة سياسية أقرب لتركيا. هذا أيضا يضر بمعادلة أن يكون هناك بديل جيد في سوريا، أن يكون هناك معارضة قادرة على إدارة الحكم مستقبلا في البلاد. وضحت الصورة الصحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية سردار ملا درويش، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من ألمانيا.